Salut mes amis, ça va? C'est Carole, votre prof de français. مين منكم بيتذكر بالحلقة الماضية أي حرف تعلمنا؟ كل لتر؟ برافو للتر M. وكتار منكم كتبوا كل شي ومحضرينه قدامهم. هيدا الشي بس تكتبوه بيفيدكم كتير بالحلقة التالية لأنه في كتير كلمات بكررها. مين منكم بيتذكر شكل للتر M؟ شكلها كيف منكتبها؟ شوفوا أنا عندي كتير أحرف حدة. وين الأم؟ regardez bien، طلعوا منيح. أكيد الأم كتير قريبة مني. أم أم ماجسكول، أم مينوسكول، أم أم. ومين منكون بيتذكر شو يعني ساعة ان فرانسي؟ هي كلمة بتبدأ بحرف الأم. montre ma montre، ساعتي. ما montre أو une montre. montre يعني ساعة. برافو، رجعوا شوفوا دفتركم وشوفوا كيف كتبنا montre. بس بالبداية وكتار منكم بيبقوا ناطرين للفابي فرنسي، خلونا نسمعوا سوا. Qui forme l'alphabet, le sais-tu, le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet, le sais-tu? Les lettres, oui, les connais-tu? A, avion, B, bateau, C, cochon, D, comme D, E, éléphant, F, comme fleur, G, girafe, H, hibou, I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. وهلا صار وقت نتذكر كيف منكتب للتر M. تذكروا منيح، منسكر شفافنا منيح على بعضهم. M M majuscule majuscule capital letter grand كبير، و M minuscule. شوفوا الماجسكول، ماجسكول بستعملها بأول اسم العلم، يعني إذا بنت اسمها ماري، ماري بتكتب اسمها en majuscule. M majuscule. M minuscule بوسط الكلمة أو بوسط الجملة. M M majuscule M minuscule. كمان رح نتذكر سوا كيف نوصل الأم بالفويال. الفويال كلكم صرتوا تعرفوها، وكل ما نكررها كل ما تحفظوها أكتر. جاهزين؟ كيف منكتب ما؟ ما ما مونتخ، ام ا ما. مو ام او مو، سكروا تمكن منيح. مو مو ام او مو، انتبهوا كتير منيح تميزوا بين مو مو مو، تمرنوا عليها منيح. مي، هون بدي افتح تمي بالعرض. مي مو مي، واخر فويال مو، سكر تمي. مو ما مو مو مي مو. تري بيان. مين بيتذكر كيف بنلفظ هول الحرفين؟ ام اي مي، اكسنت ايغو مي. ام اي اي، انتبهوا اي 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 مي
mais. كل الفويل مع la lettre N بخلوني اتعود الفظ الكلمات وارجع ركبهم بكلمات شايفينها مع بعضنا. مثلا فينا ناخذ كلمة ما montre. ما M A ما montre كلمة بتبدأ بحرف الام، يعني ام وين بدها تكون؟ بأول الكلمة. مون اون، هول الحرفين مع بعضهم بيعطوني لفظ اون. مون مونتخ، كتار منكن بيعرفوا انه هيدا او، بس او بآخر الكلمة ما بشد عليه كتير. مونتخ ما مونتخ، ما مونتخ يعني ساعتي. ما مونتخ شفنا سوا بالحلقة الماضية عدد كبير من الكلمات بتتضمن حرف الام، وكمان بوعدكن بهيدي الحلقة رح نشوفن ونشوف معهم كمان كلمات جديد. بس اليوم حضرت لكم أغنية جديدة، فصول السنة. En français من قلن les saisons. Les quatre. Quatre saisons. أربعة فصول. Quatre. تتذكروا الشيفر 4؟ أكيد نحن تعلمنا 1, 2, 3, 4, 5. 4 سيزون. الكلمات موجودين. تعالوا لنشوفهم سوا. بدكم تركزوا منيح معي لأنه بعد ما أخلص رح تسمعوها للأغنية، وهي أغنية كتير كتير حلوة. لي سيزون. لي سيزون يعني الفصول. لي سيزون دو لاني، فصول السنة. أني يعني سنة. لي سيزون دو لاني، فصول السنة. ال سون كاتخ، مين حذر شو يعني ال سون كاتخ؟ يعني هن أربعة. ال سون كاتخ. لي سيزون دو لاني، ال سون كاتخ، ال سون كاتخ، فصول السنة هي أربعة. لي سيزون دو لاني كمان مرة يعني فصول السنة. essaie de les répéter. essaie يعني حاول. حاول de les répéter يعني انك تكررهم، لانه نحن بس نكرر الفصول نحفظهم احسن. essaie de les répéter. رح نبلش باول فصل. en hiver. hiver يعني الشتاء. en hiver يعني بفصل الشتاء. كيل في froid. اصدقائي هيدي العلامه اللي شايفينها هون بس تشوفوها باخر الجمله en français، يعني حدا عم بيصرخ او مبسوط او خايف. كيل في froid هون عم بيعبر قديش في سقعه بفصل الشتاء. كيل في froid، شو في سقعه. je mets mon beau pull en laine يعني بلبس. بلبس je mets، بحط علي بلبس. mon beau pull، كنزتي الحلوة. beau يعني حلو. mon beau pull، الكنزة الحلوة. en laine يلي معمولة من الصوف. نحن بنعرف ان الصوف بيدفي بالشتاء. اذا en hiver بالشتاء في كتير سقعة. qu'il fait froid. froid يعني سقعة. je mets بلبس mon beau pull، كنزتي الحلوة. en laine. laine يعني صوف. هيدا اول فصل. ثاني فصل. en été. en été يعني بفصل الصيف. شو في بفصل الصيف؟ اكيد كتير كتير شوب، وهيدا اللي قلناه بالغنية. كيل في شو. شو في شوب. شو يعني شوب. شو il fait très chaud. en été. été يعني صيف. كيل في شو، كتير شوب. à la plage، على شط البحر. à la plage en maillot، نلبس ثياب البحر. en automne. automne يعني الخريف. بالخريف كلكن عم تتخيلوا قدامكن منظر الأشجار يلي عم تخسر أوراقها. en automne بفصل الخريف. les beaux arbres، الأشجار. تتذكروا كلمة beau؟ وين شفناها؟ هون. beau يعني جميل.
Les beaux arbres, الأشجار الحلوة الجميلة, perdent يعني بتخسر, perdent leurs belles feuilles, بتخسر أوراق. إذن بالخريف, en automne, les beaux arbres, الأشجار الحلوة الجميلة, perdent, بتخسر leurs belles feuilles, أوراق. وآخر فصل يلي كلنا منحبه, فصل الربيع, بيوحي لنا بالفرح أكيد. Au printemps, بفصل الربيع, printemps يعني ربيع. Au printemps, c'est la joie. Joie يعني فرح. C'est la joie. الفرح. Toutes les fleurs, كل الزهور. Toutes les fleurs poussent à la fois. بتنبت كلها مع بعضها, بتصير الدنيا أكيد ملونة كلها سوا. Pousse يعني تنبت. Toutes les fleurs, fleur, ركزوا منيح على الكلمة. Fleur يعني زهرة. هوني les fleurs يعني أزهار. Pousse à la fois, تنبت كلها سوا مع بعضها. رح عيدها بعد مرة, وهلا رح تركزوا كتير منيح معي لأنكم رح تسمعوها. Les saisons, les saisons de l'année, فصول السنة. Elles sont quatre, هي أربعة. Elles sont quatre. Les saisons de l'année, فصول السنة. Essaie de les répéter, حاول إنك ترددهم. En hiver, حفظوا منيح كلمة hiver, هو أول فصل الشتاء. Qu'il fait froid, froid يعني ساقعة كتير. Je mets mon beau pull en laine, بلبس كنزتي الحلوة اللي منصوف. En été, شوفوا كلمة été. Été يعني الصيف. Qu'il fait chaud, كتير كتير شوب. وين بروح بس يكون في كتير شوب؟ À la plage, en maillot, وبلبس مايو. Plage, maillot. وإتي هولي كلهم بيرجعوا لنفس الفصل. بلاج يعني على الشط, بلبس مايو تياب السباحة. وتالت فصل طلعوا فيه منيح. أوتون, أوتون, أن أوتون, الخريف. لي بو زارب, الأشجار الحلوة. بيرد, بيرد يعني بيخسروا. لوغ بيل فوي, فوي يعني وراقهم, أوراق الأشجار. أما آخر فصل شوفوا حتى إيد عليه. برينتان, برينتان يعني الربيع. أو برينتان سي لا جوا, جوا يعني فرح. ليش منكون فرحانين؟ لأنه توت لي فلور, زهور. لي فلور بوس على لا فوا, كلهم بينبتوا وبيصير عندي طبيعة كتير حلوة. وهلا جاهزين لتسمعوا الأغنية؟ خلونا نسمعها سوا. Les saisons de l'année, elles sont quatre, les saisons de l'année, essaie de les répéter. Les saisons de l'année, elles sont quatre, les saisons de l'année, essaie de les répéter. En hiver qu'il fait froid, je mets mon beau pull en laine. En été qu'il fait chaud, à la plage en maillot. En automne, les beaux arbres perdent toutes leurs belles feuilles. Au printemps, c'est la joie, toutes les fleurs poussent à la fois. Les saisons de l'année, elles sont quatre, les saisons de l'année, essaie de les répéter. حبيتوا الأغنية؟ هلا صار وقت نركز. رح تركزوا معي كتير منيح على الشاشة, لأنه رح نتعلم كلمات جديد تتضمن لا لتر ام. برافو. وبيناتهم حطيت لكم كلمات تعرفوها. ركزوا منيح. شوفوا أول صورة, بتضحك شوي هالصورة. هولي شو؟ ان فرانسي منقلن دي موستاش, شاربان. لي موستاش أو لي موستاش. موستاش كلمة طويلة شوي. الشاربان, مين بيكون عنده شاربان؟ أكيد البابا أو جده أو الرجال الكبير بيترك شواربه يطولوا مرات. شاربان بيقولولن ان فرانسي موستاش. موستاش كلمة بتبدأ بحرف الام. موستاش, قولوا بعد معي. موستاش,
moustache. Moustache. Des moustaches. Moustache يعني شاربان. بعد مرة لأنها شوي صعبة. Moustache. Très bien. أما تاني كلمة مين منكن حذرها؟ شفناها بالحلقة الماضية. الظهر. ترم الظهر شو بيقولوا en français؟ Midi. كلمة بتبدأ بحرف الأم وفيها اثنين إي. Midi. Encore une fois. Midi. Je mange à midi. يعني باكل على الظهر. ترم الظهر مثل ما شايفين في شمس قوية. Midi. إذن خلونا نعيد أول كلمة لأنها شوي صعبة. تمرنوا عليها منيح، عيدوها منيح. Moustache. Encore une fois. Moustache. Des moustaches. الشاربان. تاني كلمة الظهر شو بيقولوا؟ كلكن عرفتوا تقولوا ميدي. مي دي. ام اي مي. ميدي. تري بيان. الكلمة الثالثة مطرقة. ان مارتو. ان مارتو مطرقة. بدنا ننتبه كتير بس نشوف هيدي الأدوات ما نقرب عليها أبدا لأنه بتأذينا. ان مارتو المطرقة تقيلة. مارتو. ما كلنا بنعرف انه ام ا شو بنلفظها؟ ما. مارتو. مارتو. ان مارتو سيت ان نوم فيمينان او ماسكولان؟ اكيد ماسكولان، حطينا قبله ان. فيني اقول كمان لو مارتو. مارتو. الكلمة التالية كتار منكن قالوا 5. صحيح، نحن تعلمنا انه 5 يعني 5. لو شيفر 5 يلي شايفينه 5. مزبوط هو 5 بس حيلا رقم ان فرونسي بنقول له نيميرو. نيميرو. نيميرو رقم. رقم هاتف. نيميرو دو تيليفون. ان نيميرو رقم واحد. ان نيميرو. نيميرو. قولوا بعد مرة. نو كلكم تعرفوا الاو. نو مي. نو مي. regardez le اي طلعوا فيها. او عليها accent aigu الفوزة اي. نو مي رو. وكتار منكم عرفوا انه بالاخر لازم قول او. نوميرو. نوميرو دو تيليفون يعني رقم هاتف. ان نوميرو سيت ان نوم ماسكولان لانه حطينا قبلها ان. اليوم الكلمات شوي صعبين، رح اعطيكم وقت تعيدون منيح وتكتبون كمان. نوميرو. بعد مره. ان نوميرو. برافو. رح نعيدهم. اول كلمه الشاربان. دي موستاش. ادوا على مهلكم. موستاش. دي موستاش. encore une fois. موستاش. شاربان. الكلمه الثانيه شفناها بالحلقه الماضيه. الظهر. ميدي. ا ميدي. ميدي. سهله ميدي. الكلمه التاليه المطرقه ان فرونسي منقلها مارتو. ان مارتو او فيني اقول لو مارتو سيت ان نوم ماسكولان. ان مارتو. تري بيان. لو مو سويفون الكلمه التاليه هي نوميرو. حيلا رقم فيني اقول له نوميرو يعني مش بس لانه حطينا 5. لو حطيت 2 1 3 كلهم نوميرو. وكمان رقم الهاتف بيقولوا له نوميرو. نوميرو دو تيليفون. ان نوميرو. لو نوميرو. الكلمه التاليه بتطلع بالساعه يلي منكم بيعرف يقرا الساعه شايف كمان 12 بس نحن بنهار او بالليل؟ اكيد 12 بالليل. بالليل ما منقول ميدي. ميدي اذا الظهر.
بالليل منقول مينوي مينوي. ركزوا منيح، مينوي مينوي تشبه ميدي لأنه بتبلش مثلها ام اي مي، بس بالليل بقول مينوي. نوي يعني ليل، لا نوي يعني الليل، مينوي يعني بنص الليل ساعة 12 مينوي. كمان بقول آ مينوي، آ مينوي يعني 12 بنص الليل. عدوا بعد مرة مينوي. أما الكلمة التالية واللي هي اللي هي الكلمة الأخيرة، مين بيتذكر منكم بالحلقة الماضية بالتمرين الأخير فرجيتكم هيدي الكلمة بس ما شفتوا الصورة، شو شايفين؟ شبح. شو بيقولوا له شبح ان فرنسي؟ فانتوم. فانتوم اكيد اصدقائي الاشباح مش موجوده، هي بس بنرسمها بنشوفها بالرسوم المتحركه بالافلام، بس هي مش موجوده. فانتوم يعني شبح. فانتوم، ليكوا هالشبح شو مهضوم. فانتوم فيه شيء مميز بدي اياكم تحفظوه، لازم تحفظوا انه على الاو، شايفين لا لتر او، على الاو حاطين شابو، تتذكروها هيدي اكسان هيدا قلت لكم عنه بالحلقات الماضيه، وقلت لكم ما بيغير اللفظ ابدا ابدا، ما بيغير اللفظ بس يكون على حرف الاو. فانتوم، فوزوا منيح، سكروا تمكن منيح. ان فانتوم، فانتوم، شفنا الام وما بنلفظ او بالاخر. ان فانتوم. انكور اون فوا رح نعيدهم كلهم سوا، ركزوا منيح، خصوصي اول كلمه اللي هي شوي صعبه، الشاربان دي موستاش. موستاش عيدوها منيح، يلي كتبها منكم يرجع كمان يعيدها لما بتخلص الحلقه. تاني كلمه بتبدا كمان بالام، الظهر، شايفين الشمس؟ احفظوا انه ميدي يعني ظهر، كل ما تشوفوا كلمه ميدي ارسموا حدا شمس صغيره، هيك بتتذكروا انه ميدي يعني الظهر. ميدي. الكلمة الثالثة هي مارتو، مارتو يعني مطرقة. مارتو، خدوا وقتكم واكتبوها منيح. مارتو ماسكولان، مطرقة. الكلمة التالية رقم، نوميرو، نوميرو يعني رقم. شو هيدي ميدي او مينوي؟ مينوي فيكم ترسموا حدا قمر صغير، مينوي يعني 12 بالليل بنص الليل، مينوي. اما الكلمة الاخيرة هيدا الفانتوم المهضوم، فانتوم يعني شبح. ان فانتوم، فانتوم سي ان نوم ماسكولان، عيدوا بعد مرة فانتوم. برافو ميزامي، اخدتوا وقتكم وكتبتوهن، هلا بس تخلص الحلقة عيدوهن كتير كتير منيح، وفيكن ترسموا دايما رسمات صغار حد الكلمات، هيدا الشيء أكيد بيساعدكن تتذكروا لما بتخلص الحلقة شو كانوا معناتهم. وهلا أنا رح أترككن تتعيدوهن منيح، وبالنهاية أكيد أفوار. Fantôme. Des moustaches. Un numéro. Minuit. Un marteau. Les
saisons de l'année. Elles sont quatre les saisons de l'année. Essaie de les répéter, les saisons de l'année. Elles sont quatre les saisons de l'année. Essaie de les répéter. En hiver qu'il fait froid, je mets mon beau pull en laine. En été qu'il fait chaud, à la plage en maillot. En automne, les beaux arbres perdent toutes leurs belles feuilles. Au printemps, c'est la joie, toutes les fleurs poussent à la fois. Les saisons de l'année, elles sont quatre, les saisons de l'année, essaie de les répéter.